السلام عليكم حبايب قلبي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين وبصحه جيده. نبدا الفيديو ديالي نقول الف 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 مبروك لكل الناجحين في شهاده التعليم المتوسط وشهاده التعليم الابتدائي، يعني لا سانكيام والبي او ام. نقول لكم الف الف مبروك على راسه محمد. مع شكون تاني؟ عندي محمد وعندي نسرين، ديما نقولهم هكذا في لي فيديو ديالي، ربي يهني ربي يفرحهم ان شاء الله. وفينا الما يعني او فرحونا ورحنا زغردنا لهم في ديورهم، نقولهم الف مبروك العقوبه. نجيو هكذا تاني باش نزغردو لكم هكذا في الباك باذن الله. وحتى هذا اللي باساو هكذا في السنكيام، نقول تيتا هي تعرف روحها، نقولها تاني الف الف مبروك العقوبة البيام، العقوبة الشهادة الكبرى، ولما لا هكذا الدكتوراه. المهم الشهادات الكبرى العليا باذن الله، والعقوبة هكذا لوليدنا لوليداتنا كامل، والعقوبة اللي خسروا تاني راح نقول لهم تاني سي با لا فان دو موند. العقوبة العام الجاي ان شاء الله تعودوهم وتفرحوا موليكم وتفرحونا معاكم. يعني صراحة هنا اللي يبان شكون اللي قرا شكون اللي ما قراش، شكون اللي خدم وشكون اللي ما خدمش. كيما نقولوا بالقبيلية، ايني لانك القان شويه تدي سالي وغنجا. فوالا دونك هكذا حبيبات قلبي، يعني كل دار دخلها الفرح نقول الف مبروك، وكل دار ما دخلهاش الفرح هاد السنه نقول ان شاء الله العام الجاي، ولا ان شاء الله يعني ما ديزيسبيريوش، ما لازمش تفقدوا الامل. هكذا دونك حبيبات قلبي نقول لكم كامل مره اخرى كل مبروك عليكم، والعقوبه هكذا السمانه الجايه ان شاء الله نزغردو هكذا في الباك، وتكون هكذا سيسي ورانيا تاني تفرحونا هكذا في الباك، ونروح نزغردو لهم ونفرحوا معاهم باذن الله. دونك حبيبه قلبي يعني هكذا يعني بديت لكم هكذا يا لا فيديو تاعنا اليوم هكذا بلا فيرتور، بلا بلونت ديالي. يعني شوفوا عندي شحال ما تصورتهم لكم، هاني اني فرحانه فرحانه فرحانه، لانه يعني اللي كانوا صغار زادوا كبروا، اللي ما خرجوليش الورود هما خرجوا لي الورود، اللي ريكوبيريت لي. المهم يعني تهليت فريمون فريمون في لي بلونط ديالي. شوفوا سورتو هذه، شوفوا كيفاش كبرت. يعني كنت تروحوا لي فيديو يعني الايام السابقة تشوفوهم يعني فريمون فريمون صغار. هادي تا يعني ريكوبيريتها، شوف هاديك الأزهار هادي يعني كي تنوضو الصباح تروحو تشوفوها يعني تطلع المورا. مع هادي تاني عندي يعني سي لو ميم موديل، عندي هادي اللي تخرج في لو موف، هادي اللي تخرج في لو بلون، وهادي تاني السجدة يعني القذيفة كيما نقولو بالعلمية عندي في هاد اللون. شوفو كيفاش جات شابة شابة شابة، يعني صراحة أنا هادي شريتها، وهادي تاني يعني شوفوها كيفاش جات شابه. يعني لي بلونط انا نموت 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 على لي بلونط. هادي تاني يعني هم كبروا، يعني كي غرستهم كانوا فريمون فريمون صغار، كلاوهم لي هذاك الفيران، مش الفيران الارانب. من بعد يعني هم خلفوا، من دام هذوك الجذور كانوا يعني صحاح، دونك هم زادوا خرجوا. هادي تاني يعني كاين اللي عطاوه لي بلونط، كاين اللي شريتهم، كاين اللي نروح انا نحي نجيب هكذا نسرق. المهم فوالا دونك او باساج اللي شاف هنا لا بلونط ديالو نقول لهم يعطيكم الصحه كي مديتوها لي. من بعد دخلت كيما على بالكم، ديما نقول لكم انا نوض شويه بكري ونطلع ديراكتوم هكذايا للتراس، ونشوف هكذا لي بلونط ديالي اللي تسحق الماء نعطي لها الماء، اللي تسحق هكذا شويه نيتواج نيتويها، هكذا نقعد نتنفس هكذا معاهم، يطلع لي شويه المورال. من بعد نهبط الى عندي شغل حوايج نحطهم في الماشينه، وندخل للكوزينه باش نوجد ديراكتومون هكذايا الغدا ديالي. انا كان يعني داك النهار قلت ما نصورش، ولكن يعني ابري صورت لكم. دونك هنا درت البصل طوماطي شويه الثوم، ريحتهم في الاشواغ يتقلاو لي مع شويه زيت وسمن، وهنا شويه اللحم. كيما على بالكم اللحم تاع داك العيد، والله غير درت اون بوز، يعني قعدنا قيس 10 ايام ما كليناش اللحم حتى ولينا ليه، لانه يعني تاع الغنمي صراحه انا يعني نحبه بنين هكذا في الماكله، ولكن مع الفو لغرا ديالو يعني ما سوبورتيش بزاف. الوغ قلت ندير درنا اون بوز،
ابخي يعني ولينا نكليو ناكلو غير الخضره يعني فيجيتاريا. ابخي وليت درت قلت ندير هاد الجلبانه وفينالمون يعني جات فريمون بنينه. قلت لكم حطيت هذاك اللحم شويه سمن وزيت ويعني ما كثرتش ليدام. درت هذيك الجلبانه ثاني تقلات مع البصل حبه بصل طوماطيش وسنين الثوم. من بعد تقلاو الملح ومرقت وهنا من بعد غلقت لا كوكوط درت 15 مينوت لقيت كوش طايب. نحيت هذاك اللحم قطعته مكعبات هكذا صغار وحطيت جوج حبيبات بطاطا قطعتهم هكذا غروسيرمون حطيتهم ثاني غلقت درت 3 مينوت 3 دقائق وحليت لقيت فريمون يعني يعني هذيك البطاطا طابت الزبده. وفي الاخير هنا راني نوريكم يعني كيفاش جات يعني جواز ديالي جواز الجلبانه يعني على اصوله كيفاش جات المرقه جات خطره محمره الله الله وفوالا. وهذه هي من بعد ما كملت تغدينا وكامل هنا مع العشيه جيت هكذا باش نوجد الحلوه يعني صراحه راح ندير واحد الحلوه تاع الزمن الجميل تاع بكري بكري. انا صراحه هاد الحلوه يعني تفكرني بايام الزمان بجدودنا حلوه تجيب معسل تجيب الكاوكاو معسله الله الله تجيب بزاف 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 ابدينا. شوفوا هاد الحلوه جافه يعني تجي فريمون فريمون بنينه. شوفوا للوصفه واش نحتاج. نحتاج 250 غرام مارغرين. نحتاج هنا درت غير هكذا نحتاج نص كاس جنجلان محمص ما نرحيش مع نص كاس كاوكاو محمص ومرحي ومع نص كاس مايزينا ولا نشاء الذره. مع راح نزيد ثاني جوج صفار بيض وتانيت مع زوج مغارف سكر غلاس سكر غلاس مع اكيد فانيليا. راح نعاود لكم المقادير 250 غرام مارغرين نص كاس كاوكاو مرحي محمص ومرحي نص كاس مايزينا زوج مغارف سكر غلاس مع نص كاس جنجلان محمص تانيت مع جوج صفار بيض فانيليا. راح نخلط كامل هادو المكونات هكذايا بلو باتور حتى ينسجموا لي كامل هادوك المكونات ونتحصل على ان ميلونج كريمو فوالا. من بعد راح نبدا نطم الخليط ديالي بالفارينه وراح نزيد عليهم حبه ساشي خميره الحلويات. صراحه عندي شحال ما حطيت لكمش فيديو ما درتش المونتاج جاي تلفت لي الهضره. فلا هنا بعد ما خلطت بيان بلو باتور راني نوري لكم راح نخلط يعني ننطم لاجينه ديالي ولا يعني نلم لاجينه ديالي بالفرينه حتى نتحصل على اون بات سابليم اون بات مول اون بات سابليغ تجي خفيفه تجي طريه ما نشفوهاش بزاف لانه فيها بزاف النواشف فيها لا ميزينا فيها الكاوكاو فيها لو سكر غلاس فيها الجنجلان هادو كامل هم رايحين يعني ينشفوا العجينه ديالنا. دونك نخليها شويه طريه لو طون ما نخليها هكذايا تريح رايحه تزيد تنشف راح تزيد تتشرب. دونك يعني في الاول ما نشفوهاش بالبزاف. من بعد راح نوزن ندير هكذا كرات تاع 30 غرام يعني 30 غرام فوالا هكذا نكمل كامل العجينه ديالي يعني العجينه اللي عندي راح نوزنها كامل هكذا دي بول دو 30 غرام باش نجوز هكذا نفاصوني الحلوه ديالي. شوفي يعني هنا الحلوه يعني ما تاخذش الوقت وصراحه تانيت ما تاخذش الوقت و يعني تانيت ما دخلش اليد ماشي الوقت اليد سهله واحد بركي يعني نظم روحو كما ديما نقول لكم الكوزينه هي النظام. دونك ندير كامل العجينه ديالي كامل لي بول. من بعد يعني لهاد الكميه عطات لي 31 حبه ب 30 غرام وشويه هكذايا ولا هكذا حبه يعني اون بول هكذايا الاخرى خلاص جاتني ب 11 غرام. دونك راح تعطي لكم 30 حتى 31 حبه فوالا. دونك هكذا من بعد راح نجيب هكذا السنيوه ديالي باش نبدا نفاصوني هكذايا بالحلوه ديالي. دونك هذا خلاص كملت هذوك درت كامل هذوك لي بول فوالا بهذه الطريقه. من بعد راح كيما قلت لكم راح نفاصوني لاجينه ديالي. شوفوا هنا لاجينه
قبل ما تفاصوني واكدا الحلوه ديالكم دو بريفيرونس تلعبوا شويه بلاتينه في يدكم باش تطرى، لان فيها هذيك فيها الاخر كيما نقولوا صفر البيض راح ينشف، دونك راح تتكسر لكم نوعا ما، لان تجيكم بسه طريه ولكن فريمون فريمون بنينه. فوالا من بعد راح نفاصونيها، ندير هكذا حربوش ونعطيها شكل كعيكه ولكن على شكل دمعه، نعوجها هكذايا راح نعطيها هكذا بهذا الشكل. من بعد يعني نكمل كامل بهذه الطريقه. من بعد كي نكمل كامل يعني نعمر السنيوة ديالي، راح نجيب هذاك البياض البيض اللي كنت خليته في الاول، راح نرمد يعني ندير هكذا بلو بانسو، نجوز على الحلوة ديالي على الوجه تاع الحلوة هيدا بلو بياض البيض. من بعد راح نحطو داخل الحلوة ديالي، نحطها داخل الكاوكاو يكون محمص ومرحي بقشورو. فوالا هكذا. من بعد راح نحطو ندير هكذا التزيين بحبه اللوز هكذا مع هذيك القفله اللي قفلنا هذيك الحلوه، يعني دوك تشوفوا كل التفاصيل بعينكم، يعني راني صورت لكم خطوه بخطوه. انا بعد ما كملت العجينه ديالي، بعد ما عمرت يعني تعمرت السنيوه ديالي، هنا جبت هذاك الكاوكاو المحمص ومرحي بقشورو، هنا بياض البيض، راح نجيب ثاني لو بانسو، راح هكذا نضرب هكذا هذاك البياض البيض بالفرشيطه باش هكذا نجيب البانسو باش يسهل لي العمليه. ولكن تقدروا يعني تحطوا هذاك الحلوه ديريكتومون داخل بياض البيض وتجوزوها ثاني في هذاك الكاوكاو. وجبت حبيبات تاع اللوز، شوفوا حدنا حبيبه اللوز، انا جبت 100 غرام، صدقوني 100 غرام درت لهاد الكميه وقعدت لي. تقدروا تديروا يعني الكميه تاع هذا يعني دو فوا بهالكميه تاع 100 غرام اللوز. دونك هكذا اللي نكمل كامل الكميه ديالي. وتانيت يعني شوفوا هنا هاد الحلوه صراحه درتها ديتها لها لخالتي العزيزه، خالتي اللي راهي مريضه، نقول لكم نطلب منكم كامل المتتبعات ديالي تدعوا لها هكذا بالشفاء، ان شاء الله ربي يشافيها ويعافيها في اقرب وقت. وهكذا ونشوفوا هكذايا تنوض يعني تولي اون فورم، تولي تقعد بيناتنا، تولي الضحكه ديالها تولي. دونك قلت نروح ليها، كانت يعني خرجت من السبيطار ورحت يعني ديتها في يدي، وصراحه يعني كانت فرحانه بالبزاف بهذه الحلوه، كانت يعني فريمون فرحت يعني بها، قاعده غير تبوسني تقول لي صحيتي. دونك فرانشمون يعني جات بنينه، جات بريزونطابل تانيت، وتانيت كما قلت لكم اقتصاديه سهله، ما تاخذش الوقت، ما تاخذش يعني ما تاخذش اليد الواحد، يعني يكون هكذا فريمون يعني مزروب راح يديرها وفي في وقت قصير. فوالا بعد ما كملت كامل هذيك الحلوه درت لها الكاوكاو، انا نرفد هكذا حبه تاع اللوز، نجوزها في لو بلون دو هذاك بياض البيض ونحطها هكذا مع هذيك القفله تاع الحلوه. فوالا من بعد هنا كنت سخنت الفور، دونك راح نحطها هكذا السنيوه ديالي داخل الفور باش يعني قسمه تتحمر لي، وهذا ما كان نحيها ديريكتومون. بصح خذوا حذركم يعني الكاطو لي تري فراجيل، دونك ما ياخذش الوقت كبير في الفوغ، دونك يعني تاخذوا بك حذركم باش يعني باش ما يتحرق لكمش. انا بعد ما طاب لي الحلوه، بعد ما طابت لي الحلوه أملك كيفاش خرجوا، يعني زادوا تنفخوا لي هكذا نوعا ما، وجاو شوفوا يعني جاو محمرين، وكما على بالكم صارت تحب اطيب الحلوه ديالها بشويه هكذا بزياده، جات فريم واحد الريحه في الدار. واش نقول لكم يا حبيبات قلبي، نقول لكم كامل شهيدكم في الصحه، شهيدكم في الجنه ان شاء الله. فوالا دونك هكذا نخليهم هكذا يبردوا لي شويه. شوفوا هنا الا كان عندكم، انا كنت عندي لاسيله فريمون ثقيله ثقيله بالبزاف، دونك انا سخنتها وخليت الحلوه ديالي تدفات، يعني ماشي بارده مليح بصح تدفات. دونك واش ندير، راح نحكم لاسيله ديالي ونجوز كامل على هذيك الحلوه هكذا بالعسل من الفوق، ونخليها يعني قيس جوج حتى ثلاث سوايع باش يتشرب لي كامل هذيك لاسيله، ونحيها ونحطها في الكيسات.
فوالا دونك الا كان عندكم يعني نتوما العسيله يعني مليحه يعني ماشي ثقيله بالبس، انا ما زدت لها حتى والو حتى حاجه يعني سخنتها برك فوالا، لانه يعني هنا العسيله تاع البيع هذيك نونوكس وكانت يعني ولات لي سكر، دونك واش درت سخنتها يعني حتى طلقت روحها، ومن بعد درتها هنا فلوكا للحلوه ديالي. ولكن الحلوه يعني ما كانتش يعني سخونه بالبزاف، كانت يعني مليحه برك فوالا. دونك هكذا من بعد ما نكمل كامل راح نخلي هكذايا الحلوه ديالي كما قلت لكم تشرب لي كامل هذيك العسيله، قيس جوج حتى ثلاثه سوايع. الا درتوها في الليل خلوها ليله كامله حتى غدوه من داك، ولا الا درتوها الصباح خلوها حتى الليل وخبوها فوالا. اوليك بعد ما عسلتها كامل، شوفوا هاد انا ننصحكم تديروها العسيله بهذه الطريقه، خير ما ترفدوا الحلوه ديالكم ويعني تحطوها تغمسوها داخل هذيك العسيله، لانه راح تجيكم بزاف مشربه وتاني تجيكم بزاف 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 يعني حلوه بالبزاف. يعني صراحه انا كليتها كاين اللي دارها كليتها جات فريمون يعني تلمع باينه بلي عسلوها داخل العسيله، ويعني كل ما نروح نرفد الحبه يعني تروح تتفتت، ويعني فريمون ميم البنه يعني البنه ديالها كامل تروح مع هذيك الحلاوه. دونك ننصحكم اوليو تحطوا الحلوه ديالكم داخل العسيله، ننصحكم برك تديروا بهذه الطريقه اللي درتها انا. وفي الاخير هي لك الحلوه ديالي بعد ما درتها كامل داخل الكيسات وحطيتها هنا داخل سنيوه اللي راني رايحه نديها لها هكذا لخالتي، يعني فريمون جات حلوه بشنها حلوه تحمر الوجه وبريزونطابل، خاصه هكذا مليحه هكذا للمناسبات الافراح. رانا على الابواب يعني الافراح العرس، واش نقول لكم حلوه بنينه بالبزاف، بنتها هبال وخاصة اقتصادية، ويعني ما تاخذش الوقت ما تديش بزاف لي زانغريديون بزاف، ويعني اصلا يعني صراحة ننصح كل وحدة عندها مناسبة في هذا الصيف فوالا. وانا ننقل خديت لكم هكذا وحده باش تشوفوها، يعني شوفوا راني غير كيفاش يعني جات مبسه طريه وفي نفس الوقت معسله، شوفوا يعني كيفاش ناكد لكم على الطراوه على التبساس وعلى التعسيله. دونك حبيبات قلبي هذه هي الفيديو تاع سارة شانيل، ننصح برك نتمنى برك من كل اعماق قلبي تشجعوني بالتعاليق ديالكم كيما موالفين ديروا لي، وتاني تدخلوا لي البصمه ديالكم بلي جيم، وتاني لو بارطاج من فضلكم من فضلكم من فضلكم، بارطاجوا لي القناه ولا فيديو مع الاحباب والاصدقاء والعائله. هنا راني ناكد لكم على على الحب ديالي يعني للنباتات. انا اللي قالت لي ساره هذاك لو بو ماشي كامل بلاستو، راني كل خطره راني ناكد لكم باللي يعني بلاستو، وصراحه يعني فريمون شوفوا حتى هكذا في الديكور مع الحلوه ديالي راني بوزي مع الحلوه ديالي يعني فريمون فريمون يجي فريمون بزاف بزاف يعني الشباب. وتانيت يعني هنا النباتات كل واحد وكيفاش يحب، انا تالمون نحب هكذا لي بلونت دونك نشوفها خير ما نجيب كاش فاز ولا كاش هكذا نديرو لتم، واللي ما يحبش هكذا لي بلونت هذه حاجه واحد اخرى. دونك انا قربت لكم باش تشوفوا الحلوه ديالي كيفاش خرجت ما شاء الله توب دي توب بزاف 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 بنينه. حبيبات قلبي نقول لكم احبكم في الله، شجعوني كيما موالفين تشجعوني، وانا بدوري هاد اليامات راني رايحه نرجع لكم بفيديوهات ان شاء الله تحفيزية بإذن الله. نقول لكم احبكم في الله، سلام. هنا سدت حلمي وبدت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت.